الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد ليك يا رب الآن وكل أوان دهر الدهور كلها آمين. نشكرك من أجل مراحمك ونعمك وبركاتك وعطاياك، نطلب بركة وجودك يا رب في وسطنا، فيد بنعمة روحك القدوس يا رب علينا، بالبركة بارك وبالتقديس قدس، وبالفرح يا رب اشمل كل وريح كل قلب إنسان فينا بوجوده يا رب في شخصك وبوجودك أنت يا رب في حياتنا، عشان خاطر أمنا الطاهرة البتول مرت مريم وقرودنا ماري مرقس الإنجيل الطاهر والشهيد، اسمع واستجيب لينا، لأن ليك يا رب كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. نكمل إصحاح 61 من سفر إشعياء. شفنا إصحاح 60 المرة اللي فاتت كان بيتكلم عن القيامة، قومي واستنيري لأنه قد جاء نور ومجد الرب أشرق عليك ومجده عليك يرى. شفنا مجد القيامة اللي ربنا بيشرق بيه علينا، و ملاحظة لطيفة جدا إن إصحاح 61 اللي جاي بعد إصحاح القيامة هو إصحاح الروح القدس، وده اللي حصل فعليا في ترتيب الأزمنة، إن بعد قيامة المسيح المسيح أرسل لنا نعمة الروح القدس. فإصحاح 61 ده بيتكلم عن عمل الروح أولا في شخص المسيح، ثانيا المسيح كان بيمثلنا كلنا واحنا كلنا كنا فيه، فكان حلول الروح القدس على شخص المسيح مش من أجل المسيح لكن من أجل البشرية كلها اللي المسيح خدها في جسده، اتصلب ومات وقام بهذا الجسد واحنا كنا فيه. فبيبتدي إصحاح 61 بيقول روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين. كلمة مسحني منها جت كلمة المسيح، المسيح يعني الممسوح المخصص أو مكرس أو مقدس لعمل معين. فكان في العهد القديم اللي بيتمسح بالروح القدس إما الملوك وإما الأنبياء وإما الكهنة، فالمسيح في تجسده وفي عماده في نهر الأردن الروح القدس حل على المسيح مش من أجل المسيح ذاته لأن المسيح والروح القدس واحد، لكن حل علينا إحنا اللي كنا مستخبيين في شخص المسيح. فمسحة المسيح بالروح القدس في نهر الأردن ده كان بداية خدمته وتكريسه، عشان كده بنشوف أن بعد معمودية المسيح في نهر الأردن على طول مباشرة المسيح أصعد بالروح إلى البرية ليجرب من إبليس، وبعد ما صام 40 يوم وتجرب رجع للناصرة ودخل المجمع، ولما دخل المجمع كانت أول كلمة يقولها المسيح، يقول كده في إنجيل معلمنا لوقا صح 4 إنه دفع إليه ليقرأ، فكان الجزء اللي دفع للمسيح عشان يقرأه كان هو إصحاح 61 من سفر إشعياء اللي هو بيقول روح السيد الرب علي مسحني لأبشر المساكين. سيد المسيح بعد ما قرا النبوة دي بتاعت إصحاح 61 من سفر إشعياء راح قفل السفر طواه وسلمه للخادم وقال كلمة واحدة بس للشعب، قال لهم اليوم قد تم هذا في مسامعكم. ده اللي مكتوب في إنجيل لوقا إصحاح 4، اليوم قد تم هذا في مسامعكم. يعني كل النبوات اللي أنا قريتها دلوقتي دي حصلت فعليا قدامكم،
طب هو ايه اللي حصل؟ سيد المسيح بيقرأ هذا الإصحاح بيقول روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني. مسحني يعني خصصني، بعتني في إرسالية وقدسني وخصصني وكرسني ليها. إيه بقى الإرسالية دي بتقول إيه؟ بيقول لأبشر المساكين. ده عمل المسيح، إن المسيح يحمل إيفانجيليون. أبشر يعني إيفانجيليون، كلمة إيفانجيليون منها كلمة الإنجيل يعني بشارة مفرحة أو خبر مفرح. الإنسان المسكين الغلبان الضعيف اللي الشيطان هدمه والخطية ذلته والموت ساد عليه، الإنسان المسكين اللي مش قادر على الشيطان ولا قادر على الموت ولا قادر على الخطية لأنه بقى مسكين قدامهم ومهزوم قدامهم، المسيح جه مخصوص عشان يحمل الخبر المفرح أو الخبر السار لكل إنسان مسكين. أرسلني لأعصب منكسري القلب. كل إنسان قلبه اتكسر بالشر اللي هو عمله أو الناس عملوه فيه، ما هي قلوب الناس كلها بقت مكسورة بسبب الشر وبسبب الخطية وبسبب الظلم وبسبب العنف اللي موجود في العالم، بقت قلوب الناس كلها مكسرة. فربنا بيقول أنا جيت علشان أربط أو أعصب. الواحد لما بيتكسر أول فيرست إيد بيعملوه إنهم يربطوا الكسر ده عشان يثبتوه، لأن طول ما الكسر بيتحرك طرفي الكسر بيتحركوا طول ما بيوجع، لكن أول حاجة علشان يمنعوا الوجع يثبتوا الكسر ده. فربنا بيقول ده عمله، أعصب منكسري القلب. اللي قلبه اتكسر واتجرح، وطول ما القلب بينبض وبيتحرك طول ما طرفين الجرح بيمسوا في بعض فيتألم الإنسان كأن الإنسان بيتألم مع كل نبض قلب، بيتوجع من اللي عمله واللي اتعمل فيه. فربنا بيقول أنا جيت أعصب منكسر القلوب لأنادي للمسبيين بالعتق. الإنسان اللي اتسبى بقى متكتف ومتأيد، أناديله بالعتق، أعتقه من القيود اللي قيدته، سواء كانت قيود مادية أو قيود نفسية أو قيود اجتماعية. وللمأسورين بالإطلاق. إيه الفرق بين المسبي والمأسور؟ المسبي ده بيبقى متاخد في مكان واسع، زي مثلاً سبي بابل، خدوا الناس اليهود ودوهم في بابل يقدروا يعيشوا بحريتهم في بابل لكن ما يسيبوش بابل. إنما الإنسان المأسور، المأسور ده يعني محبوس في حتة معينة محدودة، في سجن، في أوضة. سواء كان السبي ده قيود بس على مستوى واسع كبير، أو المأسور قيود على مستوى ضيقة، فربنا بينادي للاتنين بالعتق وبالإطلاق. فده عمل المسيح الأساسي، إنه يبشر، إنه يحرر، إنه يعصب، يخفف الألم. لأنادي بسنة مقبولة للرب. ينادي يعني يبشر بصوت عالي، يقول للناس في سنة، السنة دي سنة مقبولة. وزمان في العهد القديم كان يعرفوا إيه معنى السنة المقبولة دي. كان كل 6 سنين تعدي في سنة السبعة دي يسموها سنة سبتية. السنة السبتية دي سنة راحة،
الإنسان يقعد يشتغل 6 سنين والسنة السابعة دي يستريح فيه، والأرض هتديله غلتها، يعني يقعد يزرع في الأرض 6 سنين لكن السنة السابعة ما يزرعهاش، هي هتديله في السنة السادسة محصول يكفيه السنتين فيريح الأرض. وكل 7 سبعات، 7 سبعات يعني 49 سنة، السنة الـ50 دي يسموها السنة المقبولة أو سنة الإبراء أو سنة اليوبيل. إيه اللي بيحصل في سنة اليوبيل؟ اللي عليه دين الدين بتاعه يسقط، اللي كان راهن حاجة الرهن بتاعه يرجع له، اللي كان عبد يطلق حر. فكانت سنة فيها فرح لأن فيها إبراء وفيها إطلاق وفيها حرية، فيها استرداد وفيها تعويض. فربنا جه بقى مش علشان كل 50 سنة يعمل لنا سنة مقبولة، لا، ده ربنا جه علشان كل سنة من سنين حياتنا تبقى سنة مقبولة، تبقى سنة يوبيل، سنة إبراء، سنة حرية. فالمسيح عمله أنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا. يوم انتقام، هينتقم من مين إلهنا؟ حقيقة ده اللي تم حرفيا، والمسيح قاله للناس اللي كانت قاعدة تسمعه، اليوم قد تم هذا في مسامعكم. وكلمة اليوم المسيح دي قالها بعد ما كان دخل التجربة على الجبل، لأن في التجربة على الجبل المسيح انتقم للإنسان. زمان الشيطان راح لآدم وحواء في مكانهم في الجنة، جربهم وهزمهم وأيدهم وذلهم. مسيح في تجسده يقول أصعد بالروح إلى البرية ليجرب من إبليس. المسيح هو راح للشيطان في مكانه، والشيطان مكانه البرية، القفر والخراب. والمسيح اتجرب بنفس 3 تجارب اللي اتجرب بيهم آدم وحواء. آدم وحواء اتجربوا بتجربة الشهوة، الشجرة شهية للنظر وجيدة للعيون. المسيح اتجرب بتجربة الشهوة لأنه جاع واشتهى أن يأكل، قال له قل للحجارة تصير خبز، لكن المسيح انتصر وقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ما تجربة الشهوة، الشيطان بيجي يقول لي ده احتياجك، انت جعان اعمل كده، سد جوعك، خد احتياجك بأي شكل وبأي طريقة صح أو غلط. لكن المسيح قال لا، مش بناخد احتياجي بأي شكل، لكن أخد احتياجي بكلمة ربنا، بحسب كلمة ربنا. الشيطان حط الطريق السهل، أنت جعان تقدر تحول حجارة خبز وكل، اعمل اللي أنت عايزه. لكن المسيح قال له لا، مش هعمل اللي أنا عايزه واللي أنا شايفه، لكن اللي ربنا بيقوله، كلمة ربنا. فانتصر الشيطان على آدم وحواء بتجربة الشهوة وربطهم برباط الشهوة. فجه المسيح وانتقم للإنسان وقطع يود الشهوة اللي بتذل الإنسان، وقال للإنسان أنت احتياجك بكلمة ربنا مش باحتياجاتك الطبيعية. عشان كده الشيطان كان تملي يحاول يرفع مستوى التجربة للمستوى الألوهية، يقول لهم كنت ابن الله، لكن المسيح يرد التجربة لمستوى الإنسانية فيقول ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. فالمسيح بيتكلم كإنسان، الشيطان بيقول له انت ابن الله، المسيح يرد كإنسان.
يقول له لا تجرب الرب إلهك، يقول له الرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. يرجع مستوى التجربة لمستوى الإنسانية عشان عايز ينتقم ويحسب النصرة دي لحساب الإنسان مش حساب الألوهية. التجربة التانية كانت تجربة الشك، أحقا قال لكم الله؟ ما تشوفوا اللي ربنا بيقوله ده صح ولا غلط. وجاء للمسيح نفس الحكاية، ما هو مكتوب يوصي ملائكته يحملونك لألا تعثر بحجر رجل. ما تشوف المكتوب ده هيحصل ولا مش هيحصل. فقال لهم الشيطان أحقا قال لكم لن تموت. شكك، والإنسان بقى مربوط بتجربة الشك، لكن المسيح جه وانتصر وحطم القيد بتاع الشكل ده وقال لا تجرب الرب إلهك، وانتصر أيضا لحساب الإنسان. التجربة الثالثة كانت تجربة الذات، تصيران مثل الله، تبقوا زي ربنا عارفين كل حاجة. وجه قال كده المسيح أعطيك كل ممالك العالم، هديك كل حاجة، مش انت عايز تاخد كل حاجة حدها لك لو خررت وسجدت لي. فقال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وانتصر السيد المسيح على تجربة الذات، ما هو بيقول له تبقى انت الكل في الكل، كل حاجة تبقى بتاعتك. انتصر المسيح لحساب الإنسانية، عشان كده ده كان يوم انتقام لإلهنا. مسيح انتقم للإنسان من عدو الخير، وكمل هذا الانتقام في يوم الصليب. عشان كده يقول جرد الرياسات وأشهرهم، أشهرهم يعني فضحهم ظافرا بهم في الصليب. لأعذي كل النائحين، ده عمل المسيح، يدي تعذية لكل واحد نائح وجواه حزن. لأجعل لنائحي صهيون، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد. ما الرماد ده بتاع النوح والبكاء والتوبة، فربنا يقول بدل النوح والبكاء والحزن أديهم جمال. التوبة قد إيه تجمل الإنسان، أعطيهم جمالا عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح. دهن الفرح ده التطيب أو البرفان اللي ينعش كده ويفرح، ما هو ده عمل الروح القدس فينا. عشان كده بنسمي الروح القدس ده الروح المعذي، لأنه يحمل دهن الفرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. الرداء ده اللي بيغطي الإنسان، فيبقى اللي بيغطي الإنسان روح التسبيح والترنم بدل من اليأس والإحباط. فيدعون أشجار البر، غرس الرب للتمجيد. كل واحد فينا بقى في المسيح بالروح القدس بقى غرس للبر، نبتة كده تطلع صح. فيدعون أشجار البر، غرس الرب للتمجيد. مش بس نطلع صح ونعيش حياة المجد. عشان كده كل القديسين اللي عاشوا المسيح بنمجدهم، لأن ربنا أداهم هذا المجد. ويبنون الخرب القديمة. الخرب القديمة دي أورشليم اللي اتخربت وبقالها فترة طويلة متخربة، لأن خراب أورشليم استمر 70 سنة عشان السنين السبتية اللي هم ما ريحوش فيها الأرض وفضلوا يزرعوا الأرض وما سمعوش كلام ربنا. لكن هي رمز لكل نفس فينا بقت خراب من زمان، خربت بالخطية وبقالها فترة خراب. فيقول بقالها فترة خربانة دي تبني مرة تانية. عشان كده المسيح بيدينا رجاء في تجديد الحياة،
مهما وصلنا من خراب ومن ضياع، ربنا عنده استعداد إنه يبنينا مرة تانية. ويبنون الخرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول، نفس اللي بقت موحشة محدش طايقها ومحدش قابلها، يجددون المدن الخاربة موحشات دور فدور، حتى لو قعدت لأجيال وأزمنة كتيرة وحشة ومرفوضة ومتروكة وخربانة. ربنا يعيد بناء كل شيء. ويقف الأجانب ويرعون غنمكم، ويكون بنو الغريب حراثيكم. ده أكتر من كده، حتى الغرباء ييجوا يخدمونا ويساعدونا، يرعوا الغنم بتاعتنا، يخدموا أولادنا، ويبقوا حراثين يحرثوا الأرض. وكراميكم يألموا الكروم عشان نتمتع بالمحصول. أما أنتم فتدعون كهنة الرب. أنتوا بقى شعبي الخاص بيا، يبقى كل واحد منكم كاهن. عشان كده في الكهنوت العام يقول في سفر الرؤيا: جعلنا ملوكا وكهنة. كل نفس فينا تكهن لله، مخصصة لله، تقدم ذبائح الصلوات وذبائح الخدمة وذبائح التسبيح. احنا كهنة ربنا، مخصصين مكرسين لربنا. أما أنتم فتدعون كهنة الرب، تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتآمرون. كل غنى الأمم وكل غنى الشعوب يصير لكم تحت سلطانة. عوضا عن خذيكم ضعفان، بدل الكسفة بتاعتنا، واحنا مفيش حاجة تكسفنا وتفضحنا غير الخطية، ربنا يجازينا ضعفين مجد. بدل الخزي يدينا مجد ضعفين. وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم. محدش يتكسف، محدش يحط وشه في الأرض. ربنا يرفع رؤوسنا كلنا واحنا فرحانين بنصيبنا. لذلك يرثون في أرضهم ضعفين. والضعفين أو نصيب اتنين ده هو البكر. عشان كده احنا كنيسة أبكار، المفديين كلهم اللي متمتعين بفداء المسيح وقيامته، كلنا كنيسة أبكار نورث ضعفين. بهجة أبدية تكون لهم. ودي حتة مهمة قوي. بهجة أبدية. أبدية يعني دائمة، لا تزول، لا تتغير، فرحة حقيقية. الأفراح اللي احنا بنشوفها في الدنيا دي يعني مش دايمة. ممكن نفس الحاجة اللي فرحتني في يوم من الأيام هي نفس الحاجة اللي بتحزنني لما بفقدها، لما ما بتطلعش على مزاجي، لما بتضايقني. فالأفراح الأرضية دي أفراح مش دايمة. حبني النهاردة وفرحان بي النهاردة، بكرة بيزهق مني وبيمل مني وكلم عليا وحش. كل الحاجات الأرضية مش دايمة، لكن الله يعطي بهجة أبدية تكون لنا. بهجة لا تتغير، لا تنتهي، حدش يقدر ياخدها مني. وده اللي المسيح قاله بعد للتلاميذ: أراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم، لأنها بهجة أبدية تكون له. لأني أنا الرب محب العدل، مبغض المختلس بالظلم. أجعل أجرتهم أمينة. المكافأة بتاعتنا وأجرتنا أمينة، صدقة، مش بالظلم، مش بالغش، مش بالفهلوة، مش بالشطارة. لكن ربنا يدينا مكافأة حقيقية أمينة صادقة. وأقطع لهم عهدا أبديا،
عهد دائم لا يتغير، ويعرف بين الأمم نسلهم وذريتهم في وسط الشعوب، كل الذين يرونهم يعرفونهم أنه نسل باركه الرب. لينا نسل جديد بقى، نسل كده مميز بأن ربنا باركه، وبركة ربنا دي بركة أبدية لا تنقطع. فده عمل المسيح. المسيح جه حقق لينا كل ده. أبشر المساكين، أعصب منكسر القلوب، أنادي للمسبيين بالعتق، مأسورين بالإطلاق، حقق سنة الرب المقبولة الدايمة، يوم انتقام لإلهنا، أعوض عن النوح والرماد بالمجد، أبني الخرب القديمة، أجعلكم كهنة مخصصين لله، محدش يتكسف ولا يخذى، بهجة أبدية تكون لينا، نسل باركه الرب، بركة الرب في حياتنا. فلما الإنسان يشوف هذا العمل العظيم اللي عمله المسيح من أجله، يغني بقى ويقول فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي. هنا فرحي مش باللي عند الرب، فرحي بالرب ذاته. لأن احنا ساعات بنحاول ننشغل ونفرح باللي ربنا بيدهولنا أو باللي عند ربنا وإحنا عايزينه، لكن النفس الشاطرة مش تفرح باللي عند ربنا، لكن تفرح بربنا ذاته. زي العروسة الشاطرة اللي مش بتقعد تركز هو عريسي هيجيب لي ايه، لكن بتركز على العريس نفسه. ساعات كل علاقتنا بربنا هو انت يا رب هتدينا ايه، هتعمل لنا ايه، لكن ما بنركزش على ربنا نفسه. لكن هنا النفس اللي اتمتعت بالخلاص والفرحا افرح بالرب، مش باللي عند ربنا، لكن أفرح بالرب ذاته. تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني برداء البر. ما هو ده اللي حققه المسيح في تجسده وصلبه وموته وقيامته. نزع عنا الهدوم القديمة ولبسنا ثياب الخلاص، جلابية الخلاص غطنا بيها، وفوق جلابية الخلاص دي كسانا برداء البر، برداء الصح. ما هو اللبس بتاع الناس في الزمان كان يلبسوا جلابية وفوق الجلابية في رداء أو تلفيحة كده بيتلفحوا بيها، اللي بيسموها الروب بعض الناس. فالمسيح من جوه كساني بالخلاص، غطاني بالخلاص، وزيني برداء البر الصح اللي أنا ما كنتش قادر أعمله ولا عارف أعمله ولا عايز أعمله. مثل عريس يتدين بعمامة ومثل عروس تتدين بحليها. ربنا مش بس بنانا مرة تانية، لكن كمان جملنا وذينا، لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها، زي ما الأرض تترمي فيها البذرة وتتروي فتطلع النبات، وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها، هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم. ربنا كده يغرس فينا البر بتاعه، الصح بتاعه، ان احنا ما كناش قادرين ولا عارفين ولا عايزين نعمله، لا ده ربنا يغرسه فينا، فنطلع احنا زي الارض كده لما تتحط فيها البذرة، الارض دي تطلع النبات.
فالإنسان يستعجب، هو أنا الصح ده أو البر ده جه منين؟ ده أنا ما حلتيش حاجة، لكن هو ربنا اللي زرعه فينا، وربنا هو اللي بيطلع هذا البر فينا. هكذا السيد الرب ينبت برا، ولما نعيش البر الصح ده هو نسبح ونغني قدام كل الناس، مش بري الذاتي، لكن ربنا هو اداني هذا البر، كساني بيه وغرسه فيا، فأنبت هذا البر وابقى فرحان بهذا البر. فدي وعود جميلة جدا ربنا بيديها لنا عن عمله اللي هو عايز يعمله فينا بروحه القدوس. تفي كده، لو حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على شيء تحت أمره. Thank you, أبونا. ربنا معكم. اجعلنا يا رب مستحقين، نقول لك بكل يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي علينا يا رب ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا واعطينا اليوم، اغفر لينا يا رب ذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. بنشكرك يا أبونا، واذكرنا في صلاتك. صلوات القديسين رب.